Hello everyone, how are you? أهلا بكم أعزائي في درسنا لهذا اليوم Unit 7 Lesson 2 on page 92. نكمل درس التحديات. You need a ruler. أنت تحتاج إلى مسطرة. Listen and read. استمع وأقرأ. The challenges. التحديات. Number 1. Maths. الرياضيات. Draw a square, a triangle, a rectangle. ارسم مربع مثلث مستطيل. The teacher will tell you how big or small. المعلم سوف يخبرك فيما إذا كانت كبيرة أو صغيرة. Number 2. Sports. الرياضات. Two races. سباقين. Running 100 meters. الركض لمئة متر. Ball and bucket race. سباق الكرة والدلو. Number 3. English. تحدي اللغة الإنجليزية. Match pictures and words. اربط الصور والكلمات. Spell words. تهجي الكلمات. Number 4. Art. الفن أو الفنية. Read about a place. اقرأ عن مكان. Draw a picture. ارسم صورة. لاحظوا في الأسفل بعد ما تعرفنا على هذه التحديات. What do you need? Match. ماذا تحتاج؟ اربط. احنا عندنا كل تحدي إلى رقم. راح نشوف شنو هذه الأشياء اللي نحتاجها بكل رقم ونكتبها بالمربع. You need. أنت تحتاج a picture dictionary. تحتاج إلى صورة القاموس. A pencil. قلم رصاص. A rubber. الممحاة. والتشالنج أي تحدي يخص هذه الاحتياجات. 3. English. English نحتاج به هذه الأشياء. التحدي اللي بعده. You need a ruler, a pencil. أنت تحتاج إلى مسطرة وقلم رصاص. والتشالنج. You need these. أي تحدي نحتاجهم. ماس. الرياضيات. So write number 1. التحدي اللي بعده. You need a pencil. قلم رصاص. Crayons. أقلام التلوين. A rubber. الممحاة. أي تحدي هذه الأشياء اللي نحتاجها به. Art. Art. الفنية. The last challenge. التحدي الأخير. You need a t-shirt. قميص. A trainers. حذاء رياضي. A small ball. كرة صغيرة. So clear. واضح جدا. في تحدي sports. الرياضات. لاحظ السؤال في الأسفل. Which challenge do you like best? أي التحدي تحبه أكثر؟ Write your challenge. تكتبون التحدي اللي تحبوه أكثر شيء في الفراغ. Now shift to page 93. الآن ننتقل إلى صفحة 93. Listen to the conversation and match the numbers. استمع إلى المحادثات وأربط الأرقام. لاحظوا في الأسفل باللون الأخضر منطينا أرقام. هذه الأشياء اللي نحتاجها بكل تحدي. What do I need for maths? ماذا أحتاج في الرياضيات؟ For maths, للرياضيات you need. أنت تحتاج. Number 1. نكتب في الفراغ number 1. فقط الرقم. A ruler and a pencil. مسطرة وقلم رصاص. What do I need for sports? ماذا أحتاج للرياضات؟ For sports, للرياضات you need. Number 2. نكتب في الفراغ فقط number 2. A t-shirt, trainers and a small ball. قميص. حذاء رياضي وكرة صغيرة. What do I need for English? ماذا أحتاج للإنجليزي؟ تحدي مادة الإنجليزي. For English you need 3. Write number 3. A picture dictionary. A pencil and a rubber. قاموس صورة. قلم رصاص وممحاة. What do I need for art?
ماذا أحتاج للفنية؟ For art للفنية you need أنت تحتاج Number 4 A pencil قلم رصاص crayons أقلام تلوين and a rubber وممحاة. لاحظوا في الأسفل Practice the conversation تدرب على المحادثات. إلى هنا أعزائي انتهى درسنا لهذا اليوم، ألتقيكم في الدرس القادم إن شاء الله.